وسهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناتنا اجي تعلم. هنا غادي توصل الصفحه 43 بالمقرر ديالنا الجيد في الرياضيات المستوى الثاني ابتدائي. لنبدا الصفحه بسم الله. التمرين 12. اذا اقوم تعلماتي. اذا اضع وانجز كما قلنا من قبل، عندما اسمع اضع وانجز علي ان اضع هذه العمليه افقيه اضعها عموديه. إذا أول عملية 84 ناقص 14، كما قلنا الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، 4 ناقص 4، إذا وقت ما عطوني رقم نفسه وعملية ناقص ندير صفر، ديما 5 ناقص 5 صفر، 4 ناقص 4 صفر، كما كان العدد نفسه تخرج لي صفر، 8 ناقص 1، إذا أقول 1 في رأسي وثم أكمل، وراء 1 ماذا كاين؟ 2 3 4 5 6 7 8، إذا كم هنا؟ 7. إذا 70. أمر إلى العملية الثانية 23 ناقص 12، الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، إذا 3 ناقص 2 1. إذا أضع 2 في رأسي ثم أكمل 2 3، إذا 1. 2 ناقص 1 كذلك حتى هي 1. مزيان. لقد انتهينا من التمرين 13، نمر إلى التمرين 14، أصحح وضع العملية وأنجز. كما تلاحظون هنا أنهم لاحظوا أن الوحدات 5 والوحدات 1، إذا هنا ما كاينش الوحدة تحت الوحدة والعشرة تحت العشرات، إذا هنا خطأ. إذا خاصني سوف أضع الوحدة تحت الوحدات والعشرة تحت العشرات، إذا غتكون عندي، إذا من الأحسن نضع العملية بوحدنا باش تبين أحسن. إذا غنديرو هنا 35 ناقص 31، هذا هو الوضع الصحيح، الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، إذا 5 ناقص 1 أضع 1 في رأسي ثم أكمل 2 3 4 5، إذا تلاحظون أنه 4، مزيان، 3 ناقص 3 كما كنا 0، إذا لا داعي لأكتبها، إذا الجواب هو 4. نمر إلى العملية الثانية. إذا كذلك نلاحظ أن الوحدات 3 تحت الوحدات والعشرات 3 تحت العشرات، إذا سوف أكتب العملية بنفسي، إذا 95 ناقص 30، الوحدة تحت الوحدات والعشرة تحت، إذا 5 ناقص 0 هي 5، يبقى الرقم نفسه، 9 ناقص 3 إذا 3، 4 5 6 7 8 9، إذا 6، مزيان. نمر إلى التمرين 14. يملك مصطفى 24 طابعا بريديا، استعمل منها 12 طابعا، فكم بقي عنده؟ إذا مصطفى عنده الطوابع البريدية، عنده 24، استعمل 12، شحال بقى عنده؟ إذا غندير 24 ناقص 12. إذا هنا ما عنديش المساحة فين غندير عملية الوضع، غنديرها أفقية، إذا 4 كما قال الوحدات ناقص الوحدات والعشرات ناقص العشرات، إذا 4 ناقص 2 هي 2، و 4 ناقص 1 هي 2 ناقص 1 هي 1، إذا كم بقي عنده؟ بقي عنده 12 طابعا، مزيان. نمر إلى الورود. قطفت سلمى 28 وردة، أهدت لوالدتها 15 وردة، كم عدد الورود المتبقية؟ إذا كان عندها 28 وردة وعطات لأمها 15 وردة، إذا شحال بقى عندنا؟ غنديرو 28 ناقص 15، كما أقول الوحدات ناقص الوحدات والعشرات ناقص العشرات، 8 ناقص 5، إذا أقول 5 في رأسي ثم أكمل 5 6 7 8، إذا بقيت لدي 3. جميل. ثم نمر العشرات ناقص العشرات، 2 ناقص 1 واحد هي 13. رائع. نمر إلى التمرين 16. لمريم علبة بها 95 قطعة شوكولاتة، أكلت منها 23 قطعة، احسب عدد القطع التي بقيت بالعلبة، إذا عندها 95 قطعة من الشوكولات، كلات 23، شحال بقى عندها؟ إذا غنديرو عملية الطرح اللي هي 95 ناقص 23، 5 ناقص 3، إذا 3 في رأسي ثم أكمل، 4 5 2 9 ناقص 2، إذا 2 في رأسي وكمل 3 4 5 6 7 8 9، إذا تلاحظون أنها 7،
إذا كان بقيت لديها من شوكولاتة 72 شوكولاتة. مزيان، نمر إلى التمرين 17. ألاحظ الصورتين وأحسب عدد الكلة التي بقيت بكيس أحمد. إذا الصورة الأولى والصورة الثانية. إذا الصورة الأولى ماذا قال أحمد؟ أخذت 25 كلة من الكيس ثم أخذت 5 كلال. أخذت 25 كلة ثم من الكيس ثم أخذت 5 كلال. إذا هو عنده 85 كلة بالكيس، خدا في الأول 20 كلة ومن بعد خدا 5. إذا غندير عملية الجمع تاع 20 مع 5، إذا غنديرو 25 مع 5، إذا أخذ 20 ثم 5. أقوم بعملية الجمع، 20 زائد 5، إذا 0 زائد 5 5، و 2 زائد 0 هي 2. إذا 25 كلة أخذها من الكيس. كم لديه في الكيس؟ لديه 85 كلة. إذا سوف أقوم ب 85 ناقص 25. إذا 5 ناقص 5 كما قلت قبل نفس الرقم، يكون الخارج 0. 8 ناقص 2، إذا أقول 2 في رأسي ثم أكمل 3 4 5 6 7 8. إذا بقيت لدي 6. إذا كم بقي لديه في الكلة؟ بقيت لديه 60 كلة. إذا بقيت عنده هنا 60 كلة. إذا ما عدد الكلة التي بقيت لي في الكيس؟ بقيت لديه 60 كلة. هذا هو الجواب النهائي. رائع. نمر إلى التمرين 18. أضع وأنجز العملية الثلاث. إذا لننجز 9 ناقص 8، أضع 8 في رأسي وأكمل 8 9. إذا 1 فقط. 2 ناقص 1 1 11. 91 ناقص 10، 1 ناقص 0 1. أي عدد ناقص 0 سيكون عدد نفسه. 9 ناقص 1، إذا أقول 1 في رأسي وأكمل 2 3 4 5 6 7 8. إذا